بشكر شركة الفنار وعلى المنتجات اللي هم بعتوها الهدية، وفعلا طلع فيه مصداقية، وهي بسم الله ما شاء الله منتجات كويسة وكده وفعالة، وبشكر البرنامج وكل سنة وانتم طيبين. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنشكر فضيلة الشيخ إبراهيم البحيري عالم من علماء الأزهر، وبنشكر الدكتور القس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية بالشرقية. دول كانوا معانا في الفقرة الأولى، وطبعا عرفنا أن مصر بلدنا بلد نسيج واحد، مسيحيين ومسلمين. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع شركة الفنار اللي قدمت لنا منتجات وقدمت المسابقة، وفعلا عهدت وأوفت بالعهد بتاعها في تسليم الجائزة بتاعتها زي ما شفنا في البرنامج بتاعنا. ومعانا النهاردة شركة الفنار الأستاذ أحمد حسين، أهلا بك يا أستاذ أحمد. ومعانا الباشمهندس مجدي عطية كيميائي، بيقدمونا النهاردة حاجات جديدة ما سمعناهاش ولا شفناها في الحلقات السابقة. هيكلمنا عنها الباشمهندس مجدي. اتفضل يا باشمهندس. الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري كله ألف صحة وسلامة بقدوم ليلة القدر يا رب، يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير، الأمة الإسلامية والشعب المصري بصفة خاصة يا رب. النهاردة إن شاء الله عندنا المنتج اللي هو سائل منظف متعدد الأغراض، اللي هو ده اللي هو حضرتك الزركن متعدد متعدد الأغراض، لكل أدوات المطبخ والمائدة، أطباق، حلل، معالق، كغسيل يعني، كغسيل وتنظيف. هو منظف يعني الاسم الدارج له، الناس بتقول عليه صابون سائل، صابون سائل لكن احنا بنقول ان هو سائل منظف متعدد الاغراض. ده بروائح معينه ولا هو لا؟ بريحه الليمون وبقوه الليمون، لان يعني ايه ريحه الليمون بتكون مميزه شويه او مرغوبه شويه وفيها اكتيفيتي شويه يعني، فبنميل دايما للليمون. بنيجي للاستاذ احمد النهارده اللي نورنا وشرفنا في البرنامج بتاعنا، وان هو الشركه بتاعته شفنا ان هو محتاج عماله، وطرحنا على الهوا فعلا ان الشركه محتاجه عماله. شفنا حد تواصل مع حضرتك بعد البرنامج؟ في في ناس تواصلت، وفي يعني بس العدد مش كافي يعني، العدد قليل. عايزين برضو في عايزين عماله برضو. استاذ احمد برضو بينادي بوجود عماله لو عنده في المصنع. طب وحضرتك رؤيتك ايه لمستقبل المصنع عند حضرتك؟ يعني عايز تفتح فروع تانية في محافظات تانية ان شاء الله باذن الله، ان هي يعني موجود في النية ان شاء الله نفتح في القاهره، ونفتح في احنا فاتحين في اسكندريه والمنصوره، وان شاء الله القاهره والصعيد باذن الله في الفتره الجايه بنفكر فيها باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يجعل المصنع ده منفذ بيع لافريقيا كلها. يا رب يا رب. استاذ مجدي ضمن حاجه ثانيه اتفضل يا باشا. عندنا اللي هو الرقم واحد اللي في الاول اللي هو ده نصر ده حضرتك ملمع ومنظف للنجف. ملمع ومنظف للنجف ليه ده بيتميز بميزه اللي ما بيحتاجش لا مسح ولا شطف؟ اللي طبعا النجفه بتبقى على ارتفاع عالي، يعني هو بترش على النجفه وياخد الاوساخ وينزل. بعد فتره بسيطه خالص لا تتعدى دقيقتين بنلاقي بريق ولمعان غير عادي في النجف، سواء في الكريستال كريستال او نحاس اي اوساخ. بس طبعا عشان نكون امين ملوش علاقه بالصدى، يعني مش واحد يقول لي ده النجفه مثلا بقى لها 20 سنه عندي في صدى في النحاس، يعني هو بياخد الاوساخ فقط، الاوساخ فقط لغير. او المنتج اللي بعده يعني ايه بيتميز ان هو بيطرق بريق ولمعان على الكريستال. على الكريستال. والمنتج اللي بعده ده حضرتك معطر للمفروشات. ده بريحه الخوخ، معطر للمفروشات. معطر للمفروشات سواء في غرف النوم، سواء في اي مكان، على الموكيت او اي مكان، يعني اي مكان، على الانتريهات او على الانتريهات، وامن وبيتميز بريحه بتدوم لفتره طويله. وعندنا مجموعه روايح منه، عندنا الخوخ وعندنا الورد وعندنا العود وعندنا الصندل، عندنا روايح متعدده منه اللي هو معطر المفروشات. طب واللي جنبه منه ده حضرتك ملمع ومنظف
شاشات الاجهزه الكهربائيه، الشاشات السكرين عامه، السكرين عامه اي شاشه سواء كمبيوتر، لاب، تاب، اي شاشه، النظارات حضرتك برضو ده ملمع ومنظف، واخد بال حضرتك. فيه ميزه ان هو سريع التطاير، يعني مجرد ما برصه على طول بيتطاير، ومجرد مسحه بسيطه كده بحس بالفرق قبل الاستعمال وبعد الاستعمال. نرجع للاستاذ احمد والباشمهندس صاحب شركه الفنار، حضرتك بتلاقي الخامات الاوليه بسهوله مثلا، بتحصل عليها بسهوله، سهل ان احنا يعني، هو كان في فتره ولا بنضطر ان احنا نستوردها؟ لا، هو معظم حاجتنا مستورده طبعا. اللي هي ايه بقى؟ لا، الاستاذ مجدي بقى اللي يفيدك في الرو ماتيريال نفسها. الرو ماتيريال الغالبيه العظمى منها المواد الاوليه بيبقى استيراد، بس بيتوفر فيه شروط معينه. لازم الاول بلد المنشا، لازم شهاده منشا، لازم شهاده افراج جمركي من الجمارك، يعني فيه مواصفات معينه. لا الحاجات الاداريه اللي انا بتكلم الاستاذ احمد فيها، ان هو مثلا بيلاقي صعوبات على ما يجيب الخامات الاوليه ديت، ولا هل ان احنا نقدر نوفرها من الطبيعه من عندنا؟ لا، متوفره يعني، بنجيبها من بره، بنستورد اشياء من بره، وفي حاجات اصلا في حاجات بتيجي من موجوده اصلا في مصر، انتاج محلي. في انتاج محلي كتير احنا نطوره. اصبح الوقت الاتجاه للرو ماتيريال عندنا في مصر عالي جدا. ما احنا عايزين ان احنا يعني ايه، احنا خلاص بدانا نصنع، نتجه المواد الاوليه اللي احنا بنصنع منها الحاجات دي تبقى موجوده عندنا في مصر. ده لو حصل ونقلنا نقله ثانيه خالص يعني، لو وفرت كل احتياجاتك في التصنيع تنقل البلد نقله تانية خالص. طب ايه يعني من وجهه نظرك، ايه اللي يخلينا ما نقدرش نوفر الحاجه ديت؟ هل هي بالفعل مش موجوده في الطبيعه، ولا هي عايزه مصانع كبيره قوي عشان نستخلص من المواد النباتيه الحاجات دي؟ لا، هي اكيد عايزه مصانع كبيره قوي وكانت عاليه قوي. انا ما اعرفش بقى هي موجوده في الدوله ولا لا، عندي ما اعرفش. طب معانا اتصال من الاستاذه ولاء كده على التليفون. استاذه ولاء، الو، استاذه ولاء. ايوه، حضرتك استخدمتي منتجات شركه الفنار يا استاذه ولاء؟ ايوه طبعا. طب ايه رايك في المنتجات بتاعته؟ استخدمت ايه من منتجاتهم؟ انا استخدمت اللايت والسوب لايت ومنظف الشاشات والكلورالي المطهر. طيب، منظف الشاشات بيترك حاجه على الشاشه بعد ما يعني ايه، بعد ما بنرش عليها؟ انا عايز اقول لحضرتك، انا كنت بتعب جدا على الشاشه، لان كذا مره في حاجه بوظت لي الشاشه. لا، اللايت لا خالص، يعني انت اول ما يعني بينظف وبيطير بسرعه، مش بيبقى ميه على الشاشه. يعني هو يعني احنا مجرد ما بنرش على السكرين او الشاشه بتاعتي بيطير بسرعه من على الشاشه، ما بتركش اثر عليه. تمام، بالظبط كده. شكرا لمداخلتك يا استاذه ولاء واتصالك. ونرجع للباشمهندس مجدي، هتكلمنا عن منتجات ايه تاني؟ طبعا هي دي المنتجات الجديده اللي ما كناش اتكلمنا عنها. بقى عنده منتج واحد اللي هو شامبو العبايات. اللي هو ده؟ لا، شامبو العبايات حضرتك ده شامبو العبايات. ده مخصص للعبايات السمراء، العبايات السمراء، الملابس السوداء والدكنه بصفه عامه. الميزه الوحيده يعني اخواننا في الشرقيه طبعا، احنا عارفين محافظه الشرقيه يا جماعه معظمهم بيلبسوا العبايات السمراء، وفي المنصوره وجميع محافظات مصر بيلبسوا العبايات السمراء. فيا ريت بننصح الناس كلها ان هم يستخدموا الشامبو بتاع العبايات بتاع منتج شركه الفنار. هو برضو ايه مميزاته؟ مميزاته حضرتك ان هو بيحتوي على مثبتات للون الاسمر، ما بيتركش اي اثر، لو بيحافظ على السماعات بتاع العبايه بالظبط. لو منظف عادي ممكن بالذات اللون الاسمر تحس ان عليه طبقه بيضاء زي الجير كده في اماكن معينه. لا، ده مش ممكن. ده ما بيتركش اي اثر ل اللي هو بنقول عليه تجييره على العبايه السمراء. في نفس الوقت ان هو بيحتوي على عطر بيدوم لفتره طويله، بيحتوي على مواد مناعمه وملينه بتحس بنعومه في العبايه بعد الغسيل، وبتحس بالريحه الكويسه فيها، وبيحافظ على الدرجه اللي هي السمار، ما بيتركش اي اثر لاي حاجه. استاذ احمد، حضرتك منورنا وشرفنا النهارده في البرنامج بتاعنا، وبسأل حضرتك
المصنع بتاع حضرتك في مثلا مصانع صغيره جنب منه، يعني مصنع عارفين المصنع بيحتاج كرتون، المصنع بيحتاج عبوات بلاستيك، المصنع بيحتاج مثلا اللي هي مكملات التصنيع. مكملات التصنيع أيوة. الحمد لله موجود عندنا الكلام ده. بس هو اللي انا عايز الدوله تجتهد فيه بقى الناس اللي هي بتشتغل تحت بير السلم. يعني انا عندي مصنع مسجل، عندي عماله متامن عليها، سواء واخد لوجو معين، واخد ورق كله تبع وزاره الصحه او وزاره الصناعه، شغل كله عالي. احنا يعني كل اللي بنعاني منه الشغل اللي هو بيتقلد زي شغلنا، زي شغل وبس ما بيجيبش نفس النتيجه. ما عندوش اولا الامكانيات بتاعتي، وما عندوش المصاريف بتاعتي، وتلاقيه بيضربك في سعر، بيضربك في خامه، بيضربك. لازم الدوله الناس دي تقف عند حدها. طيب معانا اتصال من استاذه فاتن. ايوه السلام عليكم. صلوات الله وبركاته. ازيك يا استاذه فاتن؟ اهلا بحضرتك. انت دخلت معانا في اتصال. استخدمت منتجات شركه الفنار يا فندم؟ طبعا استخدمت اللي هو بتاع المواعين ومعصر المفروشات، اللي هو المنظف المواعين. ايوه اللي هو سائل، اللي بيستخدم في جميع، اللي هو الصابون السائل يعني. ايوه حضرتك. طب ايه رايك؟ معطر المفروشات. معطر المفروشات ده جميل جدا بصراحه، وبنصح كل ست بيت انها تستخدمه بقى، وبنسبه العيد بقى ان شاء الله. طب يعني في العيد، مش غير العيد مش هنعطر ولا ايه؟ ولا هنقعد كده يعني من غير تعطير يعني؟ لا عشان بنصبك العيد بقى، والستات بتنظف البيوت الايام دي، فده بالنسبه لي. لا الستات بتنظف البيوت دايما يعني، عندنا الستات في مصر دايما بنظف البيوت، مش في العيد بس يا مدام فاتن. ايوه طبعا. وبيرش المعطر بتاعنا في العيد وبعد العيد، يعني احنا مش مصنعينه في اي وقت، لفتره العيد بس. لا في اي وقت. طب طبعا انا بستخدمه بصراحه يعني. استخدمت ايه تاني من منتجات الشركه يا مدام فاتن؟ وبتاع الشاشات برضو استخدمته للموبايل وشاشات التلفزيون. يعني استخدمت الموبايل بتاعك؟ طبعا. طب ما حرقش الشاشه بتاعته ولا حاجه؟ لا هو اصلا بقى مسافه ما انا بحطه وهو بتطير على طول، بتمسح الشاشه بترجع زي الاول بالظبط. ماشي يا استاذه فاتن، شكرا على المداخله بتاعت حضرتك، ويا ريت بننصح المشاهدين كلهم، يعني احنا شايفين اتصالات بتجيلنا من بره بيشكرهم في المنتجات بتاعتنا، احنا مش مرتبينها والله يا جماعه. ديت اتصالات بتجيلنا واحنا على الهواء مباشره. وبرضه بنرجع للاستاذ احمد حسين، بنتكلم عن المنتجات اللي هي بتدمر المنتج السليم، الناس اللي بتعمل تحت بير السلم زي ما بنقول، عايزين الدوله تضرب بايد من حديد على الناس دي. الناس اللي معاها تصريع ولا معاها تراخيص وبيغش، لا يلزموا صحه ولا يلزموا تامينات ولا يلزموا ضرائب ولا يلزموا اي حاجه، وبيضر الصحه العامه بالنسبه للي بيستخدمه حتى. يعني ست البيت اللي بتستخدمه بيأثر على نفسها، على ايديها، على كل حاجه. باشمهندس مجدي، يعني احنا كل حاجه من دولت احنا بنجربها، ملمسها على الجلد، ما بتأثيراتها. طبعا لان حضرتك في اول حلقه لو حضرتك تتذكر ان فيه مواصفات معينه وقواعد واشتراطات. احنا شفنا المصنع واخد المواصفات ايوه اللي هي الهيئه العامه للمواصفات. اللي هي التوحيد القياسي يعني. ده حضرتك بتوضع شروط معينه وقواعد بنسب محدده انا بلتزم بها. ما بجتهدش فيها. يعني مثلا كل مواصفه مكتوبه، تلاقي مكتوبه حضرتك في اللوبي من ورا. يا اما رقم المواصفه يا اما كومبوننتس او المكونات اللي هي الانجريدينتس اللي موجوده داخل كل منتج. واخده تصريح من وزاره الصحه واخدين كلها مطابقه وكله طبقا للمواصفات القياسيه بتاعتنا. وحضرتك بتعمل يا استاذ احمد مثلا ان احنا نبدا نصدر المنتجات بتاعتنا. تبقى بوابه افريقيا مثلا. انا فعلا كنت بصدر قبل الثوره. بس كنت بصدر ليبيا وبصدر للسودان، بس ظروف الثوره والوضع في ليبيا دلوقتي او الوضع في السودان غير امن زي ما ان شاء الله الاوضاع تستقر في ليبيا، رجعت يا رب والحمد لله. القياده السياسيه بتاعتنا ان شاء الله يعني عامله لنا شغل، وبتفتح السوق الليبي على مصراعيه ان شاء الله باذن الله، بحيث ان منتجاتك والمنتجات التانية كلها المصريه
تاخذوا السوق الليبي ان شاء الله وسوق السودان وسوق افريقيا ان شاء الله. معانا مدام ليلى من اسماعيليه. الو السلام عليكم. اهلا بك يا مدام ليلى. تمام الحمد لله. احنا بنقول موديل القناه بتستخدم منتجات الشركه. انا جربت الشامبو العبايات السمراء. شامبو العبايات السمراء. حلو وجميل ما شاء الله. طب بس بتوع القناه ما بيلبسوش عبايات. ليه؟ بتوع القناه ما بيلبسوش عبايات. لا ازاي؟ لا ازاي؟ لا اصل مش هو مش العبايات السمراء بس، هو العبايات السمراء والبراطيل الجينز واي حاجه، اي تيشيرت اسود، اي حاجه غامقه. يعني هو طب يعني مثلا لا انا قلت حضرتك ملابس سوداء وداكنه وعبايات. لونها اسمر فعلا، مش مبيضه كده زي لما تحط عليه مسحوق باودر. ايوه يعني يعني بيثبت اللون مثلا ولا بيعمل ايه؟ يعني انا بصراحه بحب بيثبت اللون وبيخلي اللون اسود، مش بيخليه مغير. انما هو ما ينفعش للالوان، للون الاسود بس. والله انا هقول لحضرتك حاجه، هو عشان ريحته حلوه قوي فانا برضو بغسل بيه الستاير والمفروشات عندي. لانه بيفضل الريحه في الهدوم والمفروشات مده طويله. طب وايه رايك في منتج السوبر لايت بتاع الشركه؟ هل استخدمتيه مثلا عند حضرتك؟ انا استخدمت السوبر لايت اللي هو الاحمر ده، عملت بيه الاومتان. اللي هو الاومتان. طيب الاحمر اللي هو الفراوله ده. طب عايزين حضرتك تستخدمي بقيه منتجات شركه الفنار اللي هو معطر المفروشات، بما اننا داخلين في العيد. بس كنت بطلب طلب صغير كده لو ممكن. اتفضلي. يا ريت يعملوا لنا ملمع اساس. يعمل لك ملمع اساس. اساس. يا ريت بجد. ملمع موبيليا. ملمع موبيليا، انا بحسب كريم اساس للوجه ولا حاجه. لا موبيليا. ان شاء الله باذن الله شركه الفنار دايما في ازدهار ودايما في تقدم، وكل يوم بيطلعوا لنا حاجات جديده ومنتجات جديده بتغزو السوق المصري. وشكرا على مداخلتك يا استاذه ليلى. استاذ مجدي. طب في حاجات جديده لسه في عبائه الشركه؟ لا احنا نعتبر قلنا كل حاجه، بس بنذكر بس ست البيت بصديق العائله ورفيق السيدات اللي هو اللايت، لان طبعا ده بنسميه قاهر الدهون والاوساخ. ما فيش ست بيت بتستغنى عنه، وما فيش بيت مش موجود فيه اللي هو السوبر لايت. اللايت والسوبر لايت. طب هل اللايت بصفه عامه للبوتاجازات والشوايات والافران، اما السوبر لايت بقى متعدد. طب هل يحق لي كمذيع اخد واحده من حضرتك بعد ده؟ يبقى شرف كبير لنا. لا والله يبقى شرف كبير لنا. على وعشان على فكره يا جماعه، انا يعني احنا بنقدم البرنامج بقى لنا كام حلقه، ما فيش استاذ احمد باخل عليا ان انا هو يديني ازاز سوبر لايت، لان انا مسحوب قوي في السوق. هي مش تقريبا مش متوفره عندكم في مصر. معانا مدام سيرين من المنصوره. السلام عليكم. مدام نسرين من المنصوره. ايوه مع حضرتك. أيوة. اتفضلي يا فندم، اتفضلي نسمع راي حضرتك في منتجات شركه الفنار. احنا بنوصل شركه الفنار، والله منتجاتها كلها ما شاء الله جميله، كل اللي استخدمناه نتائجه جميله قوي. ما حضرتك لازم تشكري فيها عشان هم من المنصوره يعني، ولا لا اللي هو الملمع طبعا جميل قوي، واللي هو المعطر بتاع السجاد والمصروفات كتير جدا. طب طب واللايت والسوبر لايت؟ واللايت والسوبر لايت جميل، استخدمناهم كلهم كل الانواع. طب وبالنسبه لتنزيل الدهون للبوتاجازات وللحوائط عندنا في المطبخ كان نتيجه جميله قوي. ماشي يا استاذه نسرين، وشرفنا بالمكالمه بتاعه حضرتك، وان شاء الله باذن الله شركه الفنار تقدم لنا كل جديد. ايه اسمك دي؟ ايه الجديد اللي عند حضرتك؟ قلت لا احنا النهارده بقى بنذكر بقى باللي قلناه في الحلقات السابقه، يعني ده احنا عملنا له حلقه اللايت والسوبر لايت، بس انا حبيت ان انا برضو اذكر الناس اللي فاتهم الحلقه الاولى او ما شاهدوش، ان المنتج ده منتج فعال، منتج امن، منتج مرغوب، منتج يعني تجاربه او نتائجه مؤقته، يعني
يفوق كل حاجه. حاجه حلوه قوي ان احنا عندنا منتجات بتاعتنا. لا بجد والله بتفوق نتائج اكيد. نتائج عن تجارب، نتائج اكيده. وزي ما قلت لحضرتك انا عندي عامل الامان بديله اولويه درجه اولى، وعامل الامان عندنا بيلتزم بان انا بلتزم بالشروط والمواصفات اللي هي بتكون المنتج مطابق. هو طالما هو مطابق الحكومه بتاعتنا يا جماعه مش هتطلع حاجه من المصنع ولا تطلع حاجه تضر المواطن المصري، سواء من ناحيه الايدين سواء من ناحيه الشم وحاسه الشم. لا في رقابه بالحكومه بتاخد عينات عشوائيه وبتتحلل وبيجي لي ناس المصنع. لا 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 في رقابه مش فتاجيه كده الناس. يعني لا لا في شغل. الناس بتيجي تتابع وتراقب وبياخدوا عينات عشوائيه وبيحللوها وبيرد عليا كل حاجه. يعني الدولة شايفة قايمة بدورها. طبعا بس كل اللي احنا عايزينه ان 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 احنا ان نحارب الناس اللي هي تحت السلم. بس ايوه هي دي النقطة، لان هم بيقولوا اللي يعرفوه اللي هو زي، انما المستخبي تحت السلم ده بقى عايز حد يروح له فهو مش عارفه. فيجتهد بقى شوية يعرفه عشان انا اعرف اشتغل كويس. ما هو هيجتهد. مع حضرتك انت مميز، حتى العبوه البلاستيك بتاعت حضرتك مميزه عن اللي هي موجوده اللي هي مقلده. حضرتك هو مكتوب عليها الاسم من تحت، مكتوب عليها يعني مكتوب عليها الاسم. السؤال بتاع الحلقه هتطرحه لنا استاذ مجدي المره دي، مش احنا اللي هنطرحه. لما احنا نشوف مين حد كسب الحلقه اللي فاتت ولا محدش كسب. مزعوها. زعوها. طب الفيديو الفيديو بتاع الفيديو بتاع السيده اللي كسبت حرف الذهب الحلقه اللي فاتت بيتذاع علينا قدام على الشاشه الان. بشكر شركه الفنار وعلى المنتجات اللي هم بعتوها الهديه، وفعلا طلع فيه مصداقيه، وهي بسم الله ما شاء الله منتجات كويسه وكده وفعاله. وبشكر البرنامج وكل سنه وانتم طيبين. الحلقه اللي فاتت مش الحلقه بتاع النهارده اللي هي كسبت اللي هي كسبت منتجات الشركه. منتجات الشركه. الاستاذ احمد عايزين سؤال حضرتك او الاستاذ مجدي السؤال بتاع الحلقه الجديده. طيب السؤال برضه للناس المتابعه ومركزه معايا. ايه الفرق بين ملمع الشاشات او منظف الشاشات والملمع اللي عرضناه قبل كده اللي هو البروندكس العادي اللي هو ملمع الزجاج؟ في فرق كبير جدا بينهم. انا قبل كده عرضنا منتج بروندكس وملمع زجاج، النهارده ده ملمع لشاشات الاجهزه الالكترونيه بالاضافه للنظارات وما شابه ذلك. يبقى طيب ايه الفرق بينهم؟ يبقى السؤال يا جماعه النهارده الفرق ما بين ملمع بروندكس وملمع الشاشات. اللي يعرف السؤال يا جماعه يبعته على ارقامنا اللي هي موجوده على الشاشه ويكتب الحل، وان شاء الله باذن الله ويتواصل مع صفحه الشركه، وان شاء الله باذن الله الجائزه بتاعته هتوصله لحد عنده في المكان اللي هيسيبه لنا في العنوان بتاعه. وحضرتك يا استاذ مجدي، يا باشمهندس مجدي، قدمت لنا حاجات، طبعا حاجات منتجات شركه الفنار اللي احنا النهارده مش قادرين نحصرها، وعايزين حضرتك تجتهد وتعمل لنا برضو ملمع الاساس اللي الاستاذه طلبته مننا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وتتجهوا برضو لمنتجات اللي هي الايه المستحضرات التجميل. احنا مصر بتجيب مستحضرات تجميل كتير قوي من بره ان شاء الله في الخطه. مستحضرات تجميل كتير من بره مصر بتستوردها، فاحنا مش عاوزين نلجا لان احنا نستورد، عايزين نصنع. نقفل علينا ونصنع يا ريت. يعني تبقى منتجاتنا كلها مع منتجات انتاج محلي بالذات مع توافر الامكانيات والقدرات عندنا، اذا كانت قدرات ذهنيه او علميه او امكانيات تصنيعيه او تسهيلات من الدوله. يعني الحمد لله كل شيء متوفر. ان شاء الله باذن الله يبقى من الامام للامام للامام. يا رب. ونفتح السوق بتاعنا اكتر واكتر واكتر في جميع الدول الافريقيه والعربيه، ويبقى المصنع بتاع الفنار مغطي لجميع دول العالم. نصدر كمان لاوروبا ان شاء الله باذن الله. واحنا شرفنا بكم النهارده الاستاذ احمد حسين والباشمهندس مجدي عطيه، وبنقول لكم يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. في العشر الاواخر من رمضان نجد ونجتهد
في العشر الاواخر من رمضان تصادفنا ليله القدر، ويا رب يا رب تصادفنا كلنا، ويجعل مصر في امن وامان، ونبقى شعب واحد وايد واحده. ويا جماعه انا بقول لكم كلمه اخيره وفي اخر الحلقه بتاعتنا، بنصحكم بحاجه واحده بس، اللي هي الكمامه والالتزام. البلد راحه او العالم كله طبعا الفتره اللي جايه، بنقول يا جماعه كلنا نلتزم بالاجراءات الاحترازيه، سواء من الكمامه، سواء من تعاملنا مع الناس، سواء بالتباعد ما بيننا وبين بعض. لابد ان احنا نتكاتف كلنا بحيث ان احنا نعدي الجائحه ديت على خير، وربنا يا رب يا رب يسترها علينا وعلى الشعب المصري وعلى جميع العالم كله من فيروس كورونا اللي هو محطم العالم كله. يعني احنا شفنا الهند يا جماعه كل يوم باصابات ب 350,000 والوفيات ب 300,000. فيا ريت يا جماعه كلنا نلتزم بابسط حاجه وهي الكمامه، نلتزم بالاجراءات اللي بتتخذها الحكومه، ونقول يا جماعه كلنا نتشابك مع الحكومه بتاعتنا ونقف وراها بحيث ان احنا نعدي الموضوع ده على خير. ويا رب يا رب يجعل مصر في خير وفي استقرار دايما يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في برنامجنا مساءك عندنا.